14 أدار أصبحت هوية السنة، هي هوية سياسية، في عامل 14 أدار، في مزارع 14 أدار، في محامي 14 أدار، في طبيب 14 أدار، في أحزاب ب 14 أدار، وفي رأي عام ب 14 أدار. و 14 أدار السنة فينا نشوف حالنا بأن تجاوزت الحدود اللبنانية، وأصبح أيضا في عالم عربي 14 أدار. كل من يساهم في تثبيت هوية بلده، كرامة الإنسان، الحرية، الديمقراطية، هو 14 أدار في لبنان وفي كل أنحاء العالم. لبنان اللي بحلم فيه ولبنان السليم، وبتمنى على 14 أدار أن تخوض معركة سلام لبنان مثل ما خاضت معركة استقلال لبنان. هذا الشرط ليرجع هذا البلد يلعب دوره بهذا الربيع العربي. لبنان العدالة الاجتماعية، لبنان العربي، لبنان المتشارك مع الربيع العربي، لبنان الذي ينخرط في السلم العربي، هذا هو لبنان الذي نسعى إليه، ونسعى من أجل أن يكون التمثيل الشعبي صحيح وسليم، لبنان الخالي من المحاصصة، لبنان الخالي من الزعامات المتحاصصة للدولة. هذا هو لبنان، هذا هو البلد الذي يمكن أن يلعب دورا في المنطقة العربية، دورا رائدا، دورا حضاريا، وأن يكون فخورا بانتمائه لهذا العالم العربي. نعم للدولة ليست جديدة على تاريخنا نحن الأربن اللبنانيون، هي خيار وقناعة والتزام وطني. وها نحن اليوم مجددا جميع القوى والأحزاب الأربنية المنضوية تحت راية 14 أذار نكرر بالصوت العالي لا للسلاح ونعم للدولة. لبنان الذي نحلم به هو لبنان الحداثة، عميق بتاريخه وحديث بمستقبله، هو لبنان المواطني. أنا المواطن اللبناني الحر، أقسم بالله وبشرفي أن أضع المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة، وأكون قبل شوء كل شيء مواطناً صالحاً، أحترم قوانين بلادي وأنظمتها، وأزود بدمي عن لبنان وحريته واستقلاله وسيادته. عاش لبنان. بحلم بلبنان سيد حر مستقل، بلبنان ديمقراطي، بلبنان دولة قوية تعطيني حقي بقضاء قوي، بلبنان يعطي مكان للشباب للنساء يقدروا يعيشوا بكرامتهم ويبطلوا بقى يسافروا، وبلبنان واحد منكون مجتمعين حول قيم مشتركة، والمعارضة ما بتكون ولا بسلاح ولا بالقوة، بتكون بالمجلس وبالمجتمع المدني. الحلم في عودة رفيق الحريري، في عودة لبنان الابتسامة، الكرم والكرامة، السيادة والاستقلال، لبنان الحلم الكبير الذي راوده. أنتم أسقطتم 30 سنة من الخوف والضياع ومسح الجوف للمخابرات السورية والاستسلام للأمر الواقع. أنتم أسقطتم جدار الوهم بأن النظام السوري دخل لبنان لوقف الحرب الأهلية، وهناك مع الأسف من يعمل على إعادة بناء هذا الجدار من جديد. لبنان اللي بحلم فيه هو لبنان اللي بعتقد كل لبناني أيا كانت انتماءاته الدينية أو السياسية أو العقائدية أو حتى الاجتماعية بيحلم فيه، هو لبنان الانفتاح مش الأصولية، هو لبنان التمدن يلي بيعيش فيه كل اللبنانيين على قدم المساواة، هو لبنان يلي بيمارس فيه أي لبناني معتقداته الدينية وبيتمسك وبيؤمن، ولكن بنفس الوقت ما بيحاول يفرض دين
من خلال تغيير الديموغرافيا وهوية الأرض. هو لبنان يلي بيحترم كل شهدائه وما بيكون في شهداء فئة أولى وشهداء فئة تانية. هو لبنان دولة المؤسسات بكل ما للكلمة للمعنى. هو لبنان يلي فيه جيش واحد مش عدة جيوش. لبنان يلي ما فيه مربعات أمنية معصية على أي مواطن لبناني آخر أو على أي متنزه أو حتى على أجهزة الدولة اللبنانية، وهي يمكن تختصر لبنان الحرية السيادة الاستقلال، هالشعارات الكبيرة يلي دفعوا في سبيلها مسيحيين ومسلمين شهداء ثورة الأرز الغالي والرخيص. لبنان، لبنان أولا، لبنان الدولة القوية، لبنان المستقل السيد الحر المزدهر، لبنان الحياة التي لا تموت ولن تموت مهما حاولوا اغتيالها. لبنان اللي بحلم فيه هو لبنان الكرامي والسيادي والحرية والطمأنينة والازدهار. السيادي اللي بتخلي لبنان يشعر انه بيقرر مستقبله وبيقرر مصيره. الكرامي الانسان اللي بيعيش فيه وبيشعر انه محمي بالقانون وبالدستور وبالمؤسسات القائمة والقضاء الصالح النزيه اللي بيرعى شؤونه. لبنان الازدهار اللي فيه مسؤولين بهموا مصلحة البلد، ما بهموا مصالحهم الشخصية، ولا بيجروا البلد لمناحرات على 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 حساب وعلى حساب مصالح الناس ومصالح الوطن. لبنان اللي هو ديمقراطي، للناس بتحترم بعضها، بتحترم الرأي الآخر اللي هو مش رأيهم، وما بيتحول النقاش الديمقراطي إلى جدل عقيم بيصندي وبيتحول إلى شتائم واتهامات. هذا لبنان اللي أنا بتمنى أنه كل أولاد الناس يعيشوا فيه، وهذا لبنان لازم نسعى كلنا سوا أن نعملوه، لأنه إذا هذا اللبنان اللي هو بيمثل التراث اللبناني ما قدرنا حققناه بنكون نحن خلنا الأماني. وهذا اللي بيدعينا دايما نحن أن نضل نعلي الصوت ونقول دعوا لنا تاون تنبني وطن يقدر لبنان يفتخر أنه هو لبناني، والتاني ما يكون اللبناني بسبب تصرفات ناس بيقدموا المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، يكون اللبناني هذا يكون ضحية هذه المصالح الشخصية. ثورة الأرز حتى جسدت وجددت حلمنا برفض الأمر الواقع والبقاء بأخطاء الماضي، ورفض الوصاية الخارجية ووصاية السلاح والتهديد بالسلاح والاغتيال السياسي. حلمنا باحترام القيم الجمهورية ومبادئ الحرية والعدالة، لنقدر نختلف ديمقراطيا تحت سقف الدولة اللبنانية، لتحصن القرارات الدولية ويكون عنا استقرار سياسي وأمني بيسمح لنا أنه نهتم بشؤون المواطن والشؤون الاقتصادية والاجتماعية وشؤون البيئة والطاقات اللبنانية الحضارية. ليبقى لبنان نقيض لإسرائيل مع احترام التوازنات والخصوصيات، يكون لبنان مركز لحوار الحضارات برعاية مجلس الأمن. ثورة الأرز صار عندها رمزية الأرز اللبنانية، ونسيم ربيع لبنان وصل إلى العرب. ثورة الأرز مستمرة لأنه هي بتجسد حلم لبنان. ندعي الجميع أنه يشاركونا بهذا الحلم، لأنه هو حلم لكل لبنان وكل اللبنانية. لبناني اللي بحلم فيه هو لبنان علماني، وين كل المواطنين رح يكونوا عندهم نفس الحقوق ونفس المسؤوليات، وين رح يفهموا أنه لنبني دولة مؤسسات ودولة الحق لازم مقابلها يكون فيه مسؤولية، مسؤولية أنه الواحد يطبق القانون وما يجرب يشتغل من وراء وصاية. وأهم شيء لبنان وين الأهمية، التركيز رح يكون على المواطن ومش على المجموعة أو على الطائفة. لبنان 14 أذار هو لبنان يلي بيشبه اللبناني، لبنان المنفتح على كل الحضارات والثقافات، لبنان الطموح والشاطر والمبدع، لبنان المزدهر والمزهر بيحب الحياة والفرح، لبنان يلي كل لبناني بيلاقي حاله فيه بالسياسي والمعتقدات وطريقة العيش والعادات، لبنان يلي كل لبناني بيقدر يعيش فيه مرتاح ومطمن باله ويتعلم منيح ويلاقي شغل مناسب ويحقق أحلامه من دون ما يضطر أنه يتغرب،
لبنان يلي بيقدر الواحد فيه يخطط لمستقبله ومستقبل أولاده، مش يقضي وقته عم يسعى تياخد جنسية تانية خوفا من الحرب اللي جاية أو لأنه هالبلد مش لنا مثل ما بيقولوا. بدنا لبنان العفوي بس مش لبنان الفوضى، لبنان اللي كل واحد فيه بيشارك ببناء الدولة مش بيفتح دولة على حسابه، لبنان التعددية مش لبنان العددية. باختصار وتيتحققوا هول كلهم بدنا لبنان الحر ولبنان الحرية. لبنان الذي أحلم به هو لبنان الوطن، هذا الوطن الذي عاش فيه أجدادنا وأسهموا في صنع حاضرنا ومستقبلنا، ونأمل أن يعيش فيه أبناؤنا وأحفادنا ويبنوا فيه مستقبلهم أيضا. لبنان الذي أحلم به هو لبنان القيم، قيم الحرية والانفتاح والعدالة والديمقراطية والدولة القادرة والعادلة. لبنان الذي أحلم به هو الذي يحترم جميع أبنائه على أساس من كفاءاتهم وبكونهم مواطنين وليس على أساس من ولاءاتهم. ثورة الأرز سنة 2005 هي اللي زهرت هذا الربيع العربي الشامل، ونحن بنعتبر هذا الربيع ربيع الإنسان العربي اللي بهمنا الإنسان أولا وآخرا الإنسان. وإذا هذا الربيع ما حقق للإنسان العربي طموحاته منكون أخفقنا، فكل همنا أنه هذا الربيع العربي يحقق للإنسان العربي التطور، حقق له كل حقوقه من كل في كل الميادين، أنه يتطور ويواكب الحداثة ويواكب العصر حتى يكون هذا الربيع حقيقة محطة جديدة وعصر جديد في عالمنا العربي، ويكون دائما الإنسان العربي هو في طليعة المناضلين من أجل الحق، من أجل الحقيقة، ومن أجل التطور، ومن أجل العالم العربي والإنسانية. لبنان اللي بحلم فيه هو لبنان القوي. تعبنا من لبنان الضعيف. لبنان القوي يعني بشير جميل. لبنان اللي بحلم فيه هو لبنان الازدهار والتقدم والتطور والبحبوحة. تعبنا من التعتير. لبنان الازدهار والبحبوحة والتطور يعني رفيق الحريري. لبنان اللي بحلم فيه هو لبنان الطليعي. ما بقى بدنا نضل لبنان آخر الخيل. لبنان الطليعي يعني كمال جنبلاط. ولبنان اللي بحلم فيه هو لبنان الجذور والأصالة بذات الوقت الاعتدال والاستمرار. زهقنا من السطحية والتطرف. هل لبنان هو البتركس فاير والإمام موسى الصدر؟ إذا جمعنا هو كلهم على بعضهم بيطلع معنا لبنان هو لبنان 14 أدار، هو لبنان ثورة الأرز. مشان هيك مستمرين بالنضال حتى تحقيق كل أهداف ثورة الأرز، لأنه ساعتها بيتحقق لبنان اللي عم نحلم فيه.